تنضم لنا طبيبي البيطريه الدكتوره منى شاهين. صباح الخير دكتوره. اهلا فيك. صباحك اهلا وسهلا. اوكي، الخبر بشع جدا ويهدد بالانقراض هذه المخلوقات الجميله، حتى لو انها جارحه لكنها مهمه للطبيعه، وهو غير اخلاقي وغير انساني. بالاضافه للمعلومات اللي احنا حكيناها كنبذه الاولى، زودينا بمعلومات اكثر. اوكي، النسور مثل ما بنعرف هي طيور، على فكرة لو جارحة هو طير عمليا اللي باكل جيف، لهذا السبب الرئيسي اللي كان لموتهم إسا، لأنه هن عدن عن الطيور الأخرى الجارحة اللي بتتصيد الفريسة تبعتها، النسر هو طير اللي بيجي وبنظف الجيف. إسا بنحكي شوي أكثر عن هذا الإشي، بس اللي بحب أشدد عليه كمان دور أنه في كان يعني زي نزل كتير كبيرة بعدد الطيور على آخر سنين بعدد النسور بالبلاد. بالماضي تعال نقول قبل شي 100 سنة كان في كميات كتير كبيرة من النسور بالبلاد، وعددها كتير 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 نزل. وفي آخر كم من سنة في محاولة أنه يرجعوا النسور على البلاد عندنا. أوكي، في مراكز اللي هن عملياً عندهم نسورة، مراكز تفقيس بحاولوا يزيدوا عدد نسورة عشان يرتفع عددها، وفي كان عم بيبدأ يصير في نجاح معين، لحديت ما إسا صارت هالقصة بالجولان اللي نص من عدد نسورة، هو شوي هالبس تقريبا نص عدد نسورة انقتل. يمكن عشان مستوطن ترامب هيك عم بيصير بعد. القصة طبعا تسميم الحيوانات هي مش إشي جديد، وكتير نسورة تسممت بالماضي. يعني القصة مش جديدة، معروفة أنه في نسورة عم بتموت وهذا سبب عمليا بنزل تسممت في السابق من مسبب. طبعا كان بقول في كان في مئات من النسورة بالماضي، وآخر 30 سنة تقريبا في نزلة وعم بحاولوا يرفعوها. القصة مع نسورة أنه النسرة بتبيض بيضة واحدة بالسنة، كل نسرة وتقريبا سنة لحديت ما النسر يبدا يعني صغير، يعني الوتيرة بطيئة، وتيرة التكاثر بطيئة، كثير صعب انهم يرجعوا انصورة على على الجو يعني ويوازنوا المجتمع. الدكتورة، من هاي التفاصيل اللي حضرتك عم تذكريها، يعني يمكن هو مش موضوعنا ولكن لحتى نفتح الباب اكثر للحوار، يقال انه من الشبهات اللي كانت ايضا في السنوات الاخيرة انه المزارعين بدسوا السم لانه النسور بتاثر على المحاصيل، بصرف النظر إذا هاي الأخبار اللي تناقلوها على الشبكة أو في وسائل التواصل صحيحة أو لا، وبدون أي اتهام طبعا للمزارعين، ولكن العنوان الكبير أنه إحنا العنصر أو العامل البشري اللي عم نأثر وعم نسبب أنه ممكن يكون في انقراض أو تهديد صحيح. وجود للنسور. حب نسمع منك أكثر تعليق. هاي أهم نقطة عمليا، أنه نشوف كيف إحنا تصرفاتنا كبني أدمين بلحظات معينة، تصرف غير مسؤول بتاتا ممكن يسبب لإنقراض تام تبع جنس واحد من الحيوانات. فعنا نسور تقريبا كمان شوي مش راح تكون كتير كتير صعب، والتصرف هو تصرف غير مسؤول. أنا أعتقد أنه مش بس أنا أعتقد، المعتقد العام هو أنه التسميم ما بيصير عشان نسور إنما عشان حيوانات أخرى. أوكي، في عنا عدد كبير من الذئاب والوويات اللي هن بيهددوا القطيع، فالمزارعين بيحطوا سم بقلب الجيف، بقلب بلحمة أو بأي شيء عشان يجذبوا الحيوانات المفترسة. وطبعا مثل ما حكينا النسور هن بياكلوا الجيف فبيجوا. بس القصة كمان النسور هن حيوان اللي هو أصحاب مع بعض، عندهم مع بعض كلياتهم بياكلوا، فلما نسر واحد بلاقي اللحمة هو بينزل بشكل جماعي وكأنه يعني بيلتقوا على الفريسة. أول شيء على فكرة بقعد على بعيد، بقعد يستنى براقب بيتأكد أنه كله تمام، لما بشوف أنه ما فيش مشكلة بنطنط على اللحمة أو على جتي وبنادي كل أصحابه، بعزم كل العائلة، فلما كل العائلة بتيجي معاه كلهم راحوا، كلهم اتصمموا كلهم راحوا، هذا عمليا اللي صار. يا خسارة. وبعد في كمان حسب ما ذكر الخبر انه في صحيح يعني عم بتلقوا العلاج، في كمان نسرين تصمموا عم بتلقوا علاج. يعني عمليا احنا وصلنا بعد احنا بثمانية اليوم، ثمانية وهدول اللي لقوهم طبعا ما بنعرف اذا كان في نسور ثاني اللي ما لقوهم بالضبط. وبدي احكي كمان انه في كانت اسباب ثانيه ل يعني انه نزل عدد نسور بهاي اللحظه، يعني بهاي المرحله اللي صار انه هو تسميم، وتسميم يعني انه حطوا سم هو موضوع عام اللي كثير في ايش نتعاطى معاه، لانه بشكل عام هي تصرف يعني تصرف بني ادمين اللي ما بفكر بالنتائج، ما بفكر في الابعاد اللي راح تصير على الطبيعه، واحنا عمليا بطريقه حياتنا كثير عم ناثر، عم يعني عم نخل بالتوازن تبع البيئه، عم نخل بالتوازن تبع تبعت الحيوانات البريه في البلاد. انا بامن كمان هيك طبعا، يعني نعددهن
وإيش الموجود موجودين عنا في البلاد. بنحكي على نسر الأبيض، النسر المنقار الطويل. البلاد عنا نسر واحد، إحنا بس نسر واحد، نسر الأسمر اللي هو هذا الأصلع. في كتير أنواع نسر، بس بالبلاد في هذا النسر. النسر النسر الأصلع هذا مش تابع لأمريكا بيكون عادة؟ مش الأصلع، الأسمر. الأسمر، أوكي أوكي. لا يعني هو على فكرة بدي أفرق، في قصة تابع لأمريكا في النسر وفي العقاب. ديجل تبع أمريكا هو عقاب، هو مش نسر. هذا عقاب يعني اللي بيميزه المعقوف، اللي المنقار. العقاب هو طير جارح اللي بيتصيد فريسته، والنسر هو طير اللي بيأكل جياف وبينظف، ومن هون كمان أهميته بالبيئة، لأنه هن مسؤوليتهم أنه ينظفوا. أوكي، فإذا ما في نسورة كمان جت بدها تضلها بالبيئة، فطايس، رياح، ريحة عاطلة وهيك أشياء يعني، وبشكل عام والغازات اللي بتطلع من من الجيف كمان طبعاً. يعني هو واحدة من الأشياء اللي صارت أنه مع سنين، قبل كان في أكتر بكتير جتت، خفت الجتت عشان في كان علاج أحسن للقطيع نزل. هذا كان سبب صغير من أنه نزل عدد النسور. السبب الثاني كان في الكهرباء، اوكي، تكهربوا كثير منهم. السبب الثالث هو التسميم، وكمان كان في كمان شغله اللي يعني بفكر انه كثير خففت، كانوا يتصيدوا نسوره. وهذا ممنوع طبعا كمحميه طبعا ممنوع. دكتور، ما بينفعش يكون واحد من الحلول انه النسور او هاي الحيوانات اللي عم تنقرض اللي هي حاليا موجوده على احنا شفناها بجنينه الحيوانات، انه يتربوا هناك وبعدين يطلقوهن للفلا؟ هذا اللي عم بيعملوه في الخيبر بالبلاد عندنا، في مركز بحيفا هون لتكاثر النسور، في كمان مركز بالجولان. مثل ما حكيت السيروره هي كثير كثير بطيئه، ومش عم بلحقوا، لانه يعني باخذ كثير وقت، كثير وقت انه يرجعوا ويفوتوا على الطبيعه. عشان هيك انا بفكر احنا لازم نفكر بالابعاد هاي، مجبورين كافراد يعني، كل فرد مجبور ياخذ مسؤوليه. ما بينفع واحد، أنا متأكدة أن المزارع هذا كان يعرف أنه مش لازم أنه يسم. بالضبط. ففي كتير عن جد كتير أبعاد لطريقة تصرفاتنا بشكل عام إحنا كبني أدمين على البيئة، على الطبيعة يعني. دكتورة، من هاي النقطة ومن يعني انطلاقا من سؤال دوريد، كمان يجري الحديث في الصحافة الصادرة في البلاد بشكل خاص أنه كأنه إسرائيل عم تسعى لإجراء تعديلات معينة على كل موضوع الجانب القانوني من حماية الطبيعة والحيوانات. هل بتعتقدي ممكن يعني بموجب هذا التعديل أنه يكون في سيطرة على مثل هاي الأمور؟ هذا موضوع اللي هو موضوع مشكلجي، لأنه عمليا احنا بموقف يعني ما الناس ما بتقدر تدور مع فرد او باروده الا برخصه، طبعا سكينه كمان نعرف الوضع، بس سم تقدر تروح تشتري صح وتستعمل السم بشكل غير مراقب بتاتا، وهي كارثه عمليا. السم مجبور يكون شيء مراقب يعني، لانه هن اشتروا سم. بفكر انه المفروض يكون في مسؤوليه اكثر ايضا على الجمعيات، ايضا كمؤسسات، حتى من جيل صغير. ودائما بتعرف شو، كل ما بنحكي احنا بندب على المدارس، ومش عفوا هذا قصدا، لما انا بذكر او لما عفافه بتذكر انه هناك التنشئه الاساس، انت كيف ما بتربى هيك انت بتكمل. انا هذا دائما تساؤلي، قد ايه احنا لازم نقول انه لازم يكون في غرامه وعقاب وهيك شيء، قد ايه احنا لازم ناخذ مسؤوليه كافراد. صحيح، انا باعتقادي احنا كافراد مفروض نبدأ نكون أفراد مسؤولين اللي بيفكروا بغير نفسهم، لأنه هذا يعني التفكير بالذات، التفكير بس بنفسنا عم بخرب الدنيا. صح. إحنا كبشر عم نخرب الدنيا، لازم نبدأ نأخذ مسؤولية كفرد، مش لأنه خايف من أنه يكون في عقاب، لا، لأنه أنا بهمني إيش عم بيصير، لأنه بالآخر بده يرجع علينا. صحيح. دائما هاي برجع برددها انا، يعني بده يرجع علينا. اذا الطبيعه رح تخرب احنا رح ناكلها. لسه انتبهت انك حاطه الفينيكس بالمحلا هاي كمان رساله هيك بتوجه. لسه انتبهت، كل الاحترام. طب دكتور، هيك اخيرا لحتى نختتم هاي الفقره، هيك سؤال سريع من شقين، هل فعلا هاي النسور مهدده بالانقراض الفعلي بالذات في بلادنا؟ ورسالتك، لانه كثير شددنا على موضوع قديش احنا عم ندمر، قديش عم نهدم بالطبيعه مع مثل هاي الحيوانات او غيرها، رسالتك لكل شخص بتابعنا اليوم. يعني النسور مهددة، في أكثر نسور بالجنوب، النسور اللي موجودة بالشمال موجودة بوضع أسوأ، بتوقع أنه عشان الزراعة بالشمال وضعها مثل ما هو وضعها. أنا بطلب من يعني كل حدا اللي بفكر أنه بده يسمم حيوانات أو يتصيد يفكر شوي، يعني أوكي ما نروح نسمم، إنما في وسائل تانية. صح، في بنقدر نلتجئ للسلطات لمساعدات لأي شيء غير أنه نحط سم ونترك يعني السم
هو موضوع كتير كتير مؤلم لإلي، لأنه بيصير كتير خاصة في الشمال، في الجولان، في الجليل. ما تسممه، يا ريت يعني ننتبه أنه التسميم بيأثر على حيوانات تانية، مش بس على الحيوان اللي إحنا عم نفكر فيه. صحيح. صحيح. كمان بالضبط. على نصورة، بس كمان على غيره، كل حيوان بده يأكل جتة راح يتأثر ويموت. شكرا على رسالتك القيمة دكتور منى شاهين. إن شاء الله نستضيفك بأخبار فرحة أكثر، توعوية أكثر، من ما هي أنه نحد من أفة عنف حتى عمالها بتصير، ليس فقط على الإنسان، على الحيوان وكمان الطيور للأسف. أنا بدي أقول بس أنه هي مش ليس فقط على الإنسان أو على الحيوان، في ترابط. أنا معك. اللي كتير دائما نعرف صح. كل إشي بيصير معهم بيصير معنا. وشاهين هي واحدة من مفردات اسم الموسيقى، في ارتباط كمان هون وترابط. مفردات إيه؟ اسم يعني اسم للترجارح. شاهين مزبوط صحيح. شكرا. راكبة معك. وصلت الرسالة أكثر وأكثر. صح. شكرا دكتور منى شاهين.